يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما حكم قول بعض الناس علي الطلاق، هل هو شرك؟ يقول ما حكم قول بعض الناس علي الطلاق أن تفعل كذا، هل هذا شرك وحلف بغير الله؟ لا، هذا يجري مجرى الحلف، ولا ما هو بحلف، لكن يجري مجرى الحلف لأنه علق عليه الشيء على فعله أو على تركه، فهو يجري مجرى الحلف وليس هو بالحلف. الحلف ما كان بالواو أو بالباء أو بالتاء، والله، تالله، بالله، نعم.